طبعا اليوم القيادة العامة لشرطة دبي تطلق حملة توعوية تحت شعار التسامح سعادة وأمان. الهدف من هذه الحملة هو نشر ثقافة التسامح في مجتمع الإمارات. المجتمع الحقيقة اليوم فيه تسامح، بدليل أن الإمارات فيها أكثر من 216 جنسية يعيشون في حب وأمان وتسامح، والحمد لله ما في اليوم تمييز بين جنسية وأخرى أو بين طائفة أخرى. نحن نعيش اليوم جميعا تحت مظلة القانون. نريد نحن من خلال هذه الحملة أن ندعم هذا الجانب من خلال برنامج أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في مجال التربية الأخلاقية. نحن طبعا أنتجنا مجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة اللي سوف يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء للحسابات الرسمية لشرطة دبي أو الشركاء، أو من خلال اليوم أيضا الحسابات الشخصية لبعض لهم المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. اثنين، نحن أيضا أنتجنا بعض العبارات التوعوية الخاصة بالقانون، يمكن قانون التسامح أو قانون التمييز والكراهية في دولة الإمارات، والقانون نشر يعني، لكن كثيرين قد لم يطلعوا على هذا القانون. طبعا مبادرة السفراء الإيجابية مبادرة مجتمعية انطلقت تقريبا قبل 10 سنوات، قبل 10 أعوام مضت يعني، أطلقتها بعد إصابتي بالسرطان للمرة الثانية وتكررت للمرة الثالثة والرابعة. لله الحمد طلعت من هاي التجربة يعني إدراك تام لأهمية التفكير والتعايش الإيجابي للتغلب ليس فقط على مرض، ولكن للتغلب على كل التحديات اللي تواجهنا في هذه الحياة. بالتالي انطلقنا نحو تقديم مجموعة من البرامج التوعوية والفعاليات وأيضا الورش التي يعني تعزز من دورنا في المجتمع وتعزز من نشر ثقافة التفكير الإيجابي.